ازاي اجوز اليتم تمن افراد من ابوه، يعني ثمانية دول ولاده ثمانية من ابوه وولاد من ابوه ابن عمه اللي هو مسؤول عنهم. ايوه ثمانية تمن اطفال اليتم النهارده، ثلاث بنات وولد من ولاد عمه. عاوز تقول ايه يا حبيبي؟ اتكلم. عاوز حق ابويا. عايز ايه؟ حق ابويا. عايز تقول ايه كده؟ قول قول يا سامعين. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. علي صوتي. يعني حسبي الله ونعم الوكيل كافية ووافية. يعني لما عرفت ان باباك اتوفى كنت حاسة بايه حبت؟ يعني اول ما سمعت الخبر صدمت صدمة كبيرة. يعني ما كنتش اعرف ان هو قتله. ان شاء الله جيته مرض. قولي حسبي الله ونعم الوكيل. يعني حرمك من ابوكي؟ انا عايز حق ابويا. ده ما قتلوا يتقتل، مش يدفع فلوسه في الاخر يطلع على عامل ان الناس لعبه في ايديا. انتوا عايزين حق ابوك. تقربتوا يا حاجه؟ جيران والله يا حاجه، بس كان احسن من الاخ والله. يعني هو جيرانك؟ جيراننا كان احسن واحد في الحته كلها هو والله. الصوت 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 والله العظيم ان الله يسمح. كان راجل بألف راجل. احمد المفتاح كان اعز الناس لينا، كان جنبنا. انا مش قادرين على فراقه خالص، مش قادرين والله. يعني وجع قلبك يا وجع قلبنا كلنا والله العظيم. من امبارح واحنا بندور مش قادرين خالص. حق ابويا التاني لازم يرجع. ابوك التاني؟ ابوك ليه؟ ابوك التاني كان راعينا. انت تقربي له ايه؟ اعتبر بنته، اعتبر بنته. بصي حسبي الله ونعم الوكيل. انت تعتبري بنته، بنت ابن عمه مش كده؟ كان بيجي دايما يسال عليكم يطمن عليكم. كان بيقول لك ايه؟ اخر مره شافك قال لك ايه؟ اخر مره كنا بناكل فواكه. حسيت بنفسه. انا مش عايش لك العمر كله. كان حاسس بنفسه؟ انا حاسس بنفسي. حسبي الله ونعم الوكيل. انا مش عايش لك العمر كله. فعايش لكم العمر كله. ليه قال لها كده؟ هو عنده كام سنه يوم؟ عنده 40 سنه. صغير 40 سنه الشهر. كان بيجري عليكي وعلى اولادك وعلى اولاد وعلى اولاد ابن عمه. حالتنا الا شغله والله، ما حالتنا الا شغله بس، ما عندناش حاجه ثانيه غير شغله. ما الا شغله. احنا لو عندنا حاجه كنا صلحنا البيبان اللي مكسره، كنا صلحناها. البيبان اللي مكسره، بص ولا نشوف البيبان والدوالب مكسره. لو هو قادر على قد حاله ومعيشتهم على قد حاله وماشيين بنقول الحمد لله. اه حرمنا من كل حاجه، هو حرمنا من كل حاجه يتحرم من الدنيا. حسبي الله ونعم الوكيل. صدمتنا اكبر من حسبي الله ونعم الوكيل. صدمة بتاعتنا كبيره قوي. حرمنا من الغالي، حرمنا من احن واحد في الدنيا. حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين ده راجع من الحفلة، أكيد راجع مبسوط وسكران وشارب و... ماشي يصور على الطريق، ماشي يصور على الطريق. من حقه يلبس في الراسب ويلبس في جوزي، ماشي يصور على الطريق ويضحك ويرقص ويغني، من حقه يلبس في الطريق وفي جوزي، يلبس في الراسب وفي جوزي. وكتله الموتى دي أعطاه، استغفر الله العظيم يا رب، لأن هو ما عملش حاجة وحشة خالص، كانت كل الناس بتحبه. وجمحته بالأرض حزن عليك يا أحمد المفتاح، جمحته بالأرض. قولي ايه يا حاجه اللي عمل لي كده؟ انا لحد الدرجه دي كنت مستعد انه ما اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه البعيد، يلقى اللي يعمل فيه كده زي ما عمل في احمد المفتاح. كانت الناس كلها بتحبه، وعيالي كانوا بيحبوه، وكل الناس بتحبه. والله العظيم من امبارح اللي جاي واحنا مطشين مش مصدقين. احنا مسؤولين. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. يا ريت يكون حلم، يا ريت يكون حلم وهو ملقاه على قصدي. الله يرحمه. حلو. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. طلع قدامي انا المصحيه. طلع قدامي، طلع على رجلي اجنب النحش بتاعه. منه لله. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اللي حرمني من جوزي يتحرم من الدنيا. حرم العيال من ابوهم. حرم العيال من ابوهم. منه لله. كنت بتحبي بابا احمد؟
كنت بحبه قوي قوي. انا عايز حق بابا. هو بابا كان بالنسبه لك ايه يا حبيبي؟ ده كان بابا التاني. انت بتقولي بابا التاني كان بيجيب لك ايه؟ كان بيجيب لي فلوس وحاجات حلوه. يعني هو كان بيجيب لك لعب ولبس وبيديكي فلوس وحاجات حلوه؟ اه هو بحبه قوي. هو ابويا الاول كان بيديني فلوس ويقول لي تعالى عند سيدي ثابت اجيله ويديني فلوس. الله يرحمه. الله يرحمه. كلميني عن يومي. اخر مره كنا ناكل فاكهه فبيعزم عليها فبقول له طب هات واحده فجيبه لي لا. جيت قلت خلاص يا عم احمد خلاص عادي. جه قال لي لا خدي خدي عادي. قلت ماشي. وقعدنا نهزر مع بعض وكان بيقول هوديكم رحله. فاخويا كان عنده امتحانات فبيقول له هنمشي كلنا وخليك انت. رجع قال له لا خلاص هناخدكم كله بس امتى على ايدي الكبير ان شاء الله هنكون ضحيين وناخد لحمه هناك وناكل. اه ما خلاص احنا دلوقتي عايزين نقول لحسبي الله ونعم الوكيل ان شاء الله الحق هيرجع. ان شاء الله الحق هيرجع زي ما يتمنا تاني يتم ابنه رحيم ان شاء الله هيتم ابنه. انا اول كنا بنسمع اغانيه وكنا بندمرين اغانيه دلوقتي تفوخ صي على تفوخ على على اغانيه. هنمسح اغانينا على الموبايل خلاص مش عايزينها خلاص. انا لما سمعت الخبر بصي انا وقعت مش عارفه المنظر يعني رهيب جدا. حسب الله ونعم الوكيل. تقولي ايه للي عمل كده في باباك؟ حسب الله ونعم الوكيل زي ما يتم يتم ولاده ومراته زي ما هو يتمنا. حسب الله ونعم الوكيل فيه. انت شفتيه قبل المشروع؟ لا لا انا مشيتش. لا انا مشيتش. حسب الله ونعم الوكيل. انا مش انا لو شفت كنت مت على الوصف اللي بيقولوا لو شفت انا كنت مت كنت رحت فيها. انا ما شفتش ولا ده والله كان بيقول ده. انا عايزين الله نعمل الوكيل فين. سواء استاذنك بس حضرتك تقولي شفتيه. اه المنظر اللي شفتيه منظر بشع بره عنه مش منظر ابني. انا ما عرفتوش. انا ما عرفتش شكله. مش ابني ده مفيش حته سليمه. دي كده وده كده مخرشن وده منقول كده وده معمول وركه معمول كده منظر بشع. انا اغمى عليا لما شفته اصطدمت. اصطدمت ده مش منظر طبيعي خالص. مش منظر واحد سيء. مش واحد منظر سيء طبيعي. عشان خاطر ده لو خبطه كان طياره في مكان تاني كان ده ارتجاج في المخ كان اتعور تعوره بسيطه. ما كانش اتعمل اتجاه ملدي. انا لما شفته اغمى عليا ما قدرتش احمل المنظر. انا اللي دخلت التلاجة وشفت الصدام. مش هو ابني ده اللي كان قدامي او المنظر بتاعه او الهيبة بتاعه. انت لو شفتيه ما كنتش تعرفيه كنت هتحبيه اصلا من التبع من التعامل بتاعه. هي الناس كلها بتحبه ماشي بيحبوه بس دول اللي هيحبوهم مين؟ اللي هيرعاهم مين؟ اللي هيشوف طلباتهم مين؟ اللي هيشوف طلباتهم مين اللي زي ده؟ انا حقه مش هسيبه ومش هتنزل عنه. انا حد بيعلق لي امبارح وانا بصور بيقول لي حسبي الله ونعم الوكيل لو اتنزلت عن حقه. لا انا مش هتنازل. ده انا بطالب بالقصاص العاجل وطالبه يعني طالبه اراء الناس كلها وعايزاها تبقى قضيه راي عام مش حاجه بسيطه. لا تبقى قضيه راي عام وكل الناس تدينا حقنا على اللي حرمونا. حرمونا مني. حرم عيل زي ده طفل. حرم عيل زي ده طفل بيستنى ابوه لما يجي يوم الجمعه يبقى متعلق في ايده وماشي وراه مكان ما يمشي عشان مش شبعان من قعاده معاه. حرمنا احنا منه. انا كنت بتكل عليه في كل حاجه. يقول خليك في شغلك مالكيش دعوه. خليك في شغلك مالكيش دعوه. انا هنا هسد مكانك في كل حاجه فرح وفاء. خليك انت بس شوفي شغلك هناك. انا قاعده هناك في الطابق وفي اسمك وبتابع في معهد الاورام عشان انا تعبانه. انا كان عندي الرحم مشتال ومشتال المبيض ومشتال من المعده بتاعتي بس بشتغل عشان اقدر امشي في وسط الناس. قاعده انا وابني شاب هناك وقاعدين مع بعضينا. فاحنا كنا متكلين عليه في كل حاجه. ويا ريته عنده حاجه. يا ريت. يا ريته كان خبطه مثلا وعوره. كان خبطه وكسر رجله. لا ده بره عنك بشع 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 بطريقه ما تتصوريهاش.
المنظر لو صور كانت كل الناس ادت رايها في الموضوع. وحسبي الله ونعم الوكيل. انا طالبه القصاص العاجل، وطالبه القصاص من كل الناس، وطالبه من كل الناس تقول رايها في اللي هم في اللي انا بقوله. انا ما بقولش حاجه كده، اما لو جه المستشفى امبارح كانوا قالوا رايهم بحق. ده كان شارب، كان جاي من حفله سكران، كان جاي واخد برشامه، كان جاي واخد حق، كان جاي واخد اللي واخده عشان خاطر واحد طلع على لقمه عيشه وراح يجيب لقمه للفلوس لعياله. يجي على نقاله ده يرضي ربنا؟ ده عدل ربنا؟ ربنا يدينا حقنا يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خد يا بنت شوف الناس اللي جايه. استاذنك بس واحده بس، يعني قولي لي كلمه اخيره قبل ما نقفل. عايزه حق جوزي، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انا عايزه حق جوزي، احنا مش هنسيبه، مش هنسيب حقه خالص. حسبي الله ونعم الوكيل فيه، في اللي حرمنا زي ما حرمنا كده يتحرم، يتحرم الدنيا زي ما حرمنا منه من غلاوه. انا امبارح كانت بتتصل عليا جوزي فيه ايه، اقول لها يا بنتي ده جوه، ده بيعمل عمليه في رجله، ده رجله مكسوره. ما كنت خايفه تقول لها مش قادره، مش قادره اصدمها واقول لها مش قادره، مش قادره اقطع الكلمه نفسها انا اصلا. طب خليني اكلم، قلت لها لما يطلع من العمليه ده خليها. كلمتني كم مره امبارح؟ يجي 10 مرات وانا قاعده، ومش قادره اصدمها واقول لها عشان عارفه انها قطع من طولها وعيالها، ده اللي محتاجين لها. قطع بيكم كلكم، قطع بينا كلنا، وقطع بالناس كلها، قطع بالناس كلها والله. الله يقطع حتى بجيرانه وبالناس كلها، كان بيجري علينا في الفرح وفي الموت وفي كل حاجه. والله العظيم حتى ان كان لقينا في الغايه بنقضي مصلحه كان يسيب، كان يجي يجري علينا ويعمل معانا. والله يا الله يرحم ويسامح، كان راجل ما فيه لا زيه ولا قبله ولا بعده. الله يرحم ويسامح، الله يرحم ويسامح، احنا كلنا طبعا بنتمنى ان حقه يرجع والقصاص العادل، كل اسرته بتطالب طبعا، كل اسرته بتطالب بحقه علشان ارواح الناس مش سهله، وعايزين طبعا القضاء يكون عادل وحاكم في الموضوع. ان شاء الله نتابع معاكم كل جديد.